یہاں پر ہم ختم شریف میں بیٹھے ہیں تو کچھ دیر بعد ختم شریف پڑھایا جائے گا لائے ہو ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات من الجنة والناس آمنت بالله صدق الله العظيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلوا عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء يا الله بالخصوص حضور نبي كريم رؤوف الرحيم امام الانبياء شافر الزجداء جناب حضرت محمد مصطفى احمد مجتبى سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہدیہ طور تحفہ طور عاجزانہ طور مؤدبانہ طور پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ہدیہ طور تحفہ طور پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ بالخصوص پنج تن پاک کی پاک بارگاہ میں ہدیہ طور تحفہ طور پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ بالخصوص آپ علیہ السلام کے شہزادے شہزادیاں آپ علیہ السلام کے نواسے نواسوں کی پاک بارگاہ میں ہدیہ طور تحفہ طور پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور فرما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله ابن حبيب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ و سیر عالم اسلام کی خیر فرما، عزت آبرو زندگی میں برکتیں عطا فرما. يا الله ابن حبيب عليه الصلاة والسلام كسد كوسيلة نبي پاک صلى الله عليه وآله وسلم كي على أصحاب كسد كوسيلة دل خصوص خان وادا حضور سلطان عارفی رحمة الله عليه كي خير فرما. يا الله آپس میں اتفاق محبت نصیب فرما. يا الله حضور بادشاہ صاحب کی ساری اولاد کے درجات بلند فرما. آپ کے فیض یافتہ جتنے بھی حضرات اس دنیا فان کے رخصت ہو گئے میرا مولا سب کے درجات بلند فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.